most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. بحب الشجرة تكون لونها أخضر، ما يكون لونها أي لون تاني، وبحب الزينة كل سنة تكون شيء، بس بالأغلب بحب الأحمر والذهبي، وأنا كتير بحب حط إضاءة هيك بتصير الضوء والطقوس إني طفي الضوء هيك استمتع يعني فيها. مع مين بتزين الشجرة؟ لحالي، لأنه إذا كان معي إخواتي مسين نتقاتل، يعني مين بده يحط النجمة فوق؟ فأقول أنا أطول واحدة فاحترموا طولي بس. النص الثاني من السنة كان جداً رائع بالنسبة لي، صدور عملي رشرش، لقاءات صحفية كتير، إضافة حفلات، إضافة لإطلالات إعلامية على صعيد التلفزيون. أمنياتي لل 2015 كوني أنا جديداً مضيت مع المولى برودكشن، أنه أنا وهالعيلة نكبر مع بعضنا، هني أكيد حيضيفوا لي لأنه اسمهم سابقون. أنا بتمنى كمان ضيف لهم، أنا البنوتة الموجودة بهالشركة وهن كتير عم يدللوني وغنجوني، فأنا بوعدهم أني أنا أكون قد الحمل وأقدم صورتهم بأحلى ما يكون. هن ما في داعي أحكي عنهم، اسمهم سابقون. ليلة عيد الليلة ليلة عيد، فرحونا الصوت جراس عم بترن بعيد.